هذا خزان الترسيب وهذا خزان التصريف، هذه منظومة الصرف الصحي أو البيارة، تمام، لبناء مكون من أرضي وأربع طوابق. هذا خزان التصريف وهو آخر جزء في المنظومة، بتدخل المياه عليه مثل ما شايفين وبتتصرف للخارج. خارج هذا الخزان، تمام، راح يتركب الحجر البوردر، شايفينه هذا الحجر راح يتركب داير ما يدور هذا الخزان. طيب أما بالنسبة للجزء الأول فهذه هي خزان الترسيب اللي يتكون من ثلاث أجزاء 1 2 3. الجزء الأول بتدخل الصرف الصحي مع الفضلات الصلبة، بتترسب وتتحلل وتنتقل للحجرة الثانية. بعد ما تنتقل للحجرة الثانية أيضا بتتحلل أكثر وبتنتقل للحجرة الثالثة كمواد سائلة بيور. بعد ما تتعبى الحجرة بتنتقل إلى هنا، تمام، وبتترسب للأرض بدون أي مواد صلبة، وهذا الشيء يحافظ على جودة وكفاءة هذا النظام. بالنسبة لحجوم السعة لهذه المنظومة حسب عدد الأفراد في المبنى. يعطيكم العافية.